فأم مستمعينا مكملة معكم المشوار في فترة الظهيرة، وانضمعنا عبر الهاتف دكتور وجد خياط. أسعد الله مساك يا دكتور. أسعد الله أوقاتك أبلة شادية، وأسعد الله أوقات جميع مستمعي بانوراما في كل أرجاء العالم. يا رب العالمين، زملاء العمل وأصدقاء العمر، لو انخلطوا مع بعض إيش حيصير اليوم يا دكتور؟ تفضل. الطامة الكبرى، الفضيحة الكبرى، هذه اللي هتصير كالتالي. انتبه انتبهي، لا تخلط بين العمل وبين العمر ابدا. قد ناس تستغل اسرارك الشخصيه في مجال عملك، يبتزوك، يا ترقيني، يا تسوي لي، يا تفعل لي، شيل الشغله دي عني، ولا حابدا انشر غسيلك بالعربي. صاحب العمل اختلف عن صاحب العمر تماما، ولا تاخذ صاحب العمر وتعينه في العمل. ليش؟ لا تخلط، احذر احذر احذر. احنا نتكلم بشكل بسيط جدا، واقع حياتنا، في ناس كثير بتبتزنا، في ناس كثير بتضايق معانا انه نتعامل. ليش انت تعاملني كده برا العمل وتعاملني في العمل بقسوه؟ هذا عمل، هذا انا مسؤول عما افعل وعما اقول من رزقي اللي بيعطيني هو صاحب العمل، واللي هو مراقب من الله سبحانه وتعالى. أما خلاف ذلك خارج باب العمل بالضبط، أنا معاك أخوك وصديقك وصاحبك كل شيء، ما عندك مشكلة، لكن لا تخلط بين الاثنين. اللي بيحصل الآن في جميع الشركات وفي جميع الأعمال حتى في القطاع الحكومي، يا أخي أنت لا تتغير علي في العمل. ليش أنت معايا مبسوط برا العمل؟ والعكس أصح، لما الواحد يزعل معاك في العمل وبرا العمل تضحك معاه، أو في ناس تأخذها بشكل آخر، إنه صار موقف في العمل أشيله برا العمل. وهذا أيضا يحصل مع اللعيبة في المستطيل الأخضر. خرج من فريق ولا راح فريق تاني، هو لسه زعلان منك. يا ابن الحلال، ترى هذا فريق، هذا عمل، هذا كيان. علاقة العمل غير، ملابس العمل غير، ملابس غير العمل غير. هذه الشخصية، احذر 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 إنك أنت تربط بين الاثنين، لأنه حتخسر ناس بطيبة قلبك، حتخسر عملك بطيبة قلبك، حتخسر فكرك ومجتمعك بطيبة فكرك. مو كل الناس شادية ولا كل الناس وجدي. الله يخليك، شكرا تماما. شكرا لك يا دكتور وجدي، وأصحاب زمان وجه لهم تحية. شكرا لك، لا نخلط بين الأصحاب وزملاء العمل. شكرا دكتور وجدي، تحياتي لك. شكرا جزيلا. أهلا.